يا ليلي يا عيني يا ليلي يا ليلي. الله عمي ابو رياض الله. تسلموا تسلموا شبيب، شكرا يا عبيس. سمعت تانية. يا ليلي يا عيني يا ليلي. صح ليلي يا عيني. الله الله الله. خلصوا ليه انت وياه؟ شو اشبك عبيس عم تقول لي ما نشزت انا وليه؟ شو اشبك؟ انا ابو رياض، انا ابن بيروت، بحكي شو ما بدي عالقلب تفوت. انا بعشق كل الناس، ما بغير حلاس، إذا حدا جاي كربل عنه الأنفاس. أني أني أبو رياض، أني أني أبو رياض، أني أبو رياض مصبع الكارات، أني بقي معكن بكل الأوقات. قلبي شو حساس وبراسي وسواس، سير كل العالم ونحر بعبيس. أني أني أبو رياض، أني أني أبو رياض. لا لا تبي حاسب. يا لطيف يا لطيف، شو هالكابوس يا لطيف، لازم ما بلغه. طوفي. نعم جدي. تليفون عباس، ويك اب، طالع عندي immediately، معاوزك بشي ضروري. طوفي. نعم جدي. تليفون. شوفي خير، اللهم اجعله خير. شوفي شوفي عباس، شوفي حلمت كابوس. كابوس شو خير؟ اللهم اجعله خير. شو حلمت؟ كابوس مقتي. لك شو حلمت كابوس؟ هيدا النايت مير. لك شو يعني؟ شو شفت يعني؟ انت ما تمشي، عم تقطع طرقات وكل شيء. عم بظهر وروح واجا. حلمت انه سياره بدها تخبصك، طجك سياره. هلا بعت وراي بالليل لحتى لي كرمال هالمنام المنحوس تبعك. ما تتجول. نام عمي ابو رياض، نام نام. شو اشتك عم تتجول؟ نام، افتكرنا صار شيء ضرب الدنيا. نام. عم تحكي معي كاني خرفين او شيء؟ لك عود عود، انت بدك بالمزبوط. انت كانك خرفت، عمرك 90 وفايت بالمية. عمري 90 قطيع. قد ايه عمرك؟ اقول لك ما بخصك. شايف عطرزك كثير. انا كثير شايف، انا بفوت اطلع عزال طاقتك. نام خلصنا. نام نام. لا 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 ليكو، اسمع اسمعوا هاي اسمعوا هاي. قال في مرة واحد راح ليقطع الشارع، أخذ معه مقص. حلو حلو يا عبس حبيبي. عم يجلل عك. والله لازم أعمل مونولوجيست أنا، عرفت كيف؟ لا لا، وين خبرية؟ اسمعوا، تذكرت هلا شغلة. امبارح بعت وراي عمي أبو رياض بنص الليالي. قال شو؟ قال هو شافني بمنامه إنه عم تطرقني سيارة. نسيتي بالمنام شافها؟ لك أيامني دق التليفون وطع ركض وشالني من أربعتي. عم بلكم هلكني أنا، قلت في شي شي زلزال شي قصة، تعرفوا هلا الزلازل صوب الجنوب وكذا، قلت صار له شي شغلة. فجابلي يا عباس انتبه وكذا، شفت بمنامي إنه سيارة عم تضربك وكذا. تفضلوا بقى. إن شاء الله ما صرفك شي. قطيع اللي تقطعك، شو بده يصير لك؟ بعمل لك منام. شو مفكر حاله مشيل حايق هو؟ فكرتك فات موجوعة او شيء؟ لا ماني موجوعة او كذا. عمري يعني عباس. بس بدكم الحقيقة شباب. ايه؟ بدكم الحقيقة. عمي ابو رياض خريف. خريف شو هالحكي؟ انا بعرفه، ما اني معاشره كثير. اساسا هو عمره 90 وصار فايت بالمية. عشرت على رابطك، ما عمري 90 ولا مشفى. شو بك؟ شايف طرزك كثير. تطلع عن سال طاقتي. شو بك عباس؟ سمعتوا مثل ما انا سمعت؟ ما سمعتوا صوت مثل ما انا سمعت؟ شو بك؟ يا ساتر يا رب، حق لحقني ب... يلا هي دخيلكم يا شو بك؟ قلنا شو في؟ خلص ما في شيء ما في شيء ما في شيء. عليك حرارة. خلوني روح جيب هالغرضين لنعمة. خليك انا بجيب لك فرجين ونتقدم مع بعض. اي والله انت وجهك وش تدفع مصاري؟ انت حق الهدى قطيع اللي تقطعك بالعرب. انت بعرفك انا،
ماجد اقعد عم نكد. طيب عم نكد؟ خلونا نروح. روح القطيعة تقطعك منك. قلو قلو روح اشتغلو. بس شو بدك؟ شو بدكم؟ حدا بده شيء؟ عايز شيء؟ بطيخة يرضى عليك هلا. انت راسك هون ببطنك هون. ليكو انت لو بيقلبوك قلب شو كنت بتتفنطر تفنطر. خلوني روح شوف شو بدي اعمل. يلا خلص خليني روح. والله بكير. الى اللقاء شباب. حبيبي الله معك. قلت تراك سيارة عمي ابو رياض. بيضحك والله. بيضحك بيضحك يا عمي ابو رياض. الله يحميك يا عبس. الله معك عباس. حبيبي عباسي عبس. عباس عباس عبالكم لعبالكم. ليه شو عم تعنزقوني؟ طولوا بيتكم. الله يوفقك اجري. ليش يخدوني؟ لبعينوا هذا اللي ضربنا. هو اجا هيك قهرت العباس. انا شي سيارة. قلبك على السيارة؟ شي السيارة؟ الله لا يوفقك. بدي اطلب خبير. خبير شو؟ اجري راحت اذا بتريد يا خيي. حسينا اطلب خبير. خذوني على المستوصف. اخ عم ترعاني عمي ابو رياض. جيب هذا الصيخ تاع اللحمة جساتي وفوته بقشرة بصير تحكها. ما عم ترعاني عمي ابو رياض. ما عم ترعاني؟ خلصنا عباس. هيك ما بعرف عم في شعور عم بيخالجني. شو هو هذا الشعور؟ I feel guilty towards you. شو يعني؟ عم بحس بالذنب تجاهك. لك يا خي ما تحس بالذنب، هذا حلم ومرق يا عمي ابو رياض. هلا كل ما حلمت حلم انت شو رح يفسر؟ ثاقبت هيك طرقتنا على السيارة وخلصنا وقت ان شاء الله. لانه حلمت حلم تاني كمان. خير اللهم اجعله خير. شو حلمه؟ بتعرف شي واحد اسمه وجد؟ شو اسمه؟ وجد. وجد؟ ايه لا ما بعرفه. حلمت حلم في واحد اسمه وجد. شو عم يعمل؟ صار في مثل اشكال بينك وبينه. وجد واشكال بيني وبينه؟ ايه ما بعرف حدا بيعرف. بتجنب بتجنب كل واحد اسمه وجد. لكن لك خلص هلا. انت ليه عم تقول هيك هلا يعني؟ هيك حلمت شيء. لك خلص خلصنا. بدي منك ما تحس بالذنب. نعمات. نعم. افتحي الباب. ناطر حدا؟ لك ماني ناطر حدا، بيكون حدا جاي يشق علي. اه لك افتحي الباب. مرحبا. اهلا اهلا اهلا. كيفك سيد عباس؟ اهلا اهلا. شو عم توزع قزبه؟ ايه 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 طلبتنا سياره. ايه لك العمى هيدا وجه. ايه هيدا وجه. هيدا هو؟ ايه هيدا وجه. او مع اساس انت ناسي انه ما بتعرف حدا اسمه وجد؟ اكيد بده ينسيني ابو رياض. ليه؟ $200 قلن سنتين. ايه مزبوط. ما قلنا لك وقتها انه صار معنا واخذنا مرت عمي على المستشفى من سنتين عباس. سنتين. طيب سنتين ما قلنا لك طول بالك علينا شوي يا وجه. لك سنتين مبين منه $200. عباس كيفك انت؟ انا منيح والله. اخ اخ دخيلك وحده. اخ طيب يي 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 بس بس يخرب ذوقك يا منظر. عم بيصيبوا معك احلامك. حلمت لك هيدا حلم يا عباس. عمي ابو رياض هلا رح يعجبك كتير. لك هلا بطل تفوت فيي بالاحلام. صرت رح اقول لك ليش. خليني اختصر لك ايه. شو بدك اختصر لي؟ في شي مشاكل بينك وبين نعمات؟ لا الحمد لله. ليش شو في؟ شو قصته هالمنام هيدا كمان؟ الله يديم الوفق. مصاحب على زوجتك؟ اعوذ بالله. انت بتعرفني انا صديقك مثل ابوك. خبرني يا بابا فضفي. عمي ابو رياض انا قادر على هالقصص. ها انت بتعرفني علي بتعاطى بهالامور. ضارب عينك على شي وحده. لك اعوذ بالله. شو هالحكي هذا؟ شوف شو شو المنام هذا اللي شفته. غريب. حلمت حلم عباس عمى انك انت بمي وفي نسوان بمي وفي مشكله واقعه بالنص. هيك الحلم كان شوي بلوري. شو هبلوري؟ مبهم. بلكي انا عم في مشكل بين النسوان بالحي وجيت اني عم صالحهم. ممكن لانه اوقات الاحلام بتعب تجي معاكسه. ايه مزبوط. ما هيك بقولوا. ايه هيك بقولوا. على كل نتوقع يا ابني بهاليومين ودير بالك على زوجتك لانه النسوان في مشكله نسوانيه. لك يا عمي ابو رياض هلا ما تفوتني بهالقصص كلها. ما بفوتك. انا حلمت هيك شيء. بكفيني اللي شفتهم قبل وصاروا فيا. شو بخصني يعني؟ انا عم بحلمك. خلاص هلا خلاص يا خيي. دير بالك. ايه رح دير بالك. جرب اقعد بالبيت ما تظهر. ولا هلا بدك تقعدني بالبيت كرمال احلامك انت؟ بدي اظهر بدي انطلي. ايه انطلي لكين. ايه انطلي. الله يوفقك. يا سترني منك يا رب. وعمي ساعة بيقلي حلم وساعة بيقلي زلم وساعة بيقلي شو هلكني هو يقلي. مرحبا. كيفك عباس؟ اهلا اهلا نتالي. كيفك؟ شو اخبارك انت؟ ماشي الحال. يا عمي وين ما عم نشوفكم؟ بهالشغل يا عباس. والله ماشي الحال. ماشي الحال. اهلك كلهم منيح؟ كلهم منيح. بسلموا. ابو سمرة كيفه؟ بيجنن كتير منيح كمان بهالشغل. والله
سلمي لي عليه كثير وصي كثير وصي تبقوا زورونا ها ايه اكيد يلا سلمي كثير اوكي باي باي عليكي باي باي يا حبيبي يا عيني يا عيني وتبويز كمان وبنص الطريق عباس طولي بالك في شيء غلط رؤى شو اللي غلط عباس لحظه ما هدي 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 تمام مين عباس هدي اخته لرفيقه مرحبا رفيقك عم تبوظها بنص الطريق مين كنت يا حبيبتي مين بتعرفي لجوزك نعمت هيدي بنتنا مرحبا بنتك انت انا بعرفك عباس بعرفك عينيك اثنين هدول بيبوظوا من تحت عيوناتك تفضلي يا بنتي نحن عملنا اللي علينا قلنا لك ولي على هالقصه شو قال لك لحظه لك هو اللي عرفك هلا يا ما عرفني عليها لك هيدي اهلا بعرفهم من انا هيدي كانت قطوطه صغيره شو عم تحكي هيدي خي ابو سمره صاحبي لا وحيات الله خي ابو سمره عم تمزح لك يا نعمت عباس نعم لا انا بعرفك منيح منيح عينيك المزوغلين هيدولي شو بدك هلا انا شو بدي عباس ايه؟ انا بفرجيك عباس شو بدي هلا بدك تطلقني هلا 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 بدك تطلقني لك روحي مجرسين قدام العالم كله برح طلقك لو مين بدي راسك ايش برح طلقك بدك تطلقني وتدفع مؤخري 500,000 دولار سامع والبيت اللي انت مكتب لي اياه مقدم بدك تدفعه 500,000 ليه مش 500,000 والله ما اشبك شيء بتهزي كمان لا لو بخليك لوحدك تهز دافع فيكي 10,000 ليرة بعطيك اياهم على اخر بارة ما فشرت انا بدك تدفع فيه 10,000 ليرة انا 10,000 ليرة يا عبي يا نعمة روقي عم قلك اكسر الشر احسن لك 500,000 دولار بدك تدفعهم واذا ما دفعتهم بيني وبينك المحاكم يا عبي واذا ما في محاكم رح اقول له لبي هو بياخذ لي عقل مني يا طيب روح اسمعيني على البيت هلا بفرجيك روح اسمعيني على البيت لك منين عم تجيني هالمصايب يا ربي منين؟ الله لا يكسب عدوينك يا عمي ابو رياض نعم كيفه مش عم شوفه والله عم بعرف كيف هي ظروفه وينه يسلم لي عينه بنسى الغرام اللي بيني وبينه طق الحاله كتير علي واشتقت له اذا ما بيدق لي اليوم رح دق له انوار عباس طوفي مين ما حدا انا جاي خاي الله سلمك يا عباس كتر خير الله لهيك الجازة وجوزتك حظ منين بجيب لك الله سهلة يا عباس الله بيلطف الله الحامي ربك الكبير بس انت كمان تبحلك فدو له فدو شو ها؟ فدو تبحلك ديك تبحلك خروف مزبوط في الرأي عباس بيه خروف عباس فيني اتبح اهلا عمي ابو رياض طوفي قوم عضني يا ساتر يا رب اهلا جدي ابو رياض حبيبي كيف فدفف يا ساتر يا رب شو هاي جارة غاز؟ يا ساتر مين كبتو غاز؟ ايه طوفي نعم شدي خد أنية الغاز لأمك أم رياض يلا روح لعند علي معك اي 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 الله لا يوفقك انت وياه نتعت دغري أنا فرجيك ولا لكسرك تكسي عباس جيب غيرها بلا عباس لك جيب غيرها رح أشط دمة حطها هون انت ابني ما تخاف حطها هون عمي أبو رياض الله يخليك مع انتك كبيرة انت اي اي حطها ولا يهمك انتك كبيرة عباس نعم لا تشوف قديش بحبك والله بعرف انك بتحبني بس أمور شوفي حلمت لك حلم يا لطيف يا لطيف يا لطيف تلطف الله يوفقك حلم مع ضربات اللسان ما بدي حلمت لك حلم يا عباس عمي ابو رياض ما بدي الحلم لا حلم شو هذا لمين هيدا الحلم لك ما بدي اياه ما بدي اياه ما بدي اياه حلم حلو كتير الله يخليك عمي ابو رياض لا لا عباس بشرفك بدي خبرك الحلم ما بدي تخبرني سيلت بلاي ما بدي تخبرني ما تبلش فيي هلا لغات ما تبلش بلا بدي خبرك الحلم لانه كتير بفيدك يا عمي ابو رياض هيدا الحلم ما بده يفيدنا؟ ايه ما بدي اياه جيره لحدا غيري ما بدي جيره هيدا لك انت ابني انت ضناي انت الاحق فيه بعدين انا شفتك لك بالاحلام يا انت اللي كنت بالحلم
هيدا الحلم رح يغير لك مجرى حياتك. مجرى ولا مجرور؟ لك مجرى حياتك. مجرى. لحظة عم تقول مجلى؟ لك مجرى الحياة. مجرى قلتها مزبوط. عمي أبو رياض اللي فيني بكفيني. ها الله يوفقك. طرقتني سيارة واجوا الناس دقوني قتلي بقلب البيت من ورا الأحلام تبعولك، واخترب بيتي أنا ونعمت من شان الحلم تبعولك. اتركني بقى بيهمي. عباس هيدا الحلم اللي حلمته اليوم رح يغير لك كل اللي طايق الشي بحياتك. أمنتوا بالله رح تصير إنسان آخر. أمنتوا بالله على هالنهار. دخيلك يا رب. يا خي عمي أبو رياض، أنت بدك تغير لي مجرى حياتي؟ إيه بدك إياه تغير لي إياه كله مجرى حياتي؟ بدي أغير لك حياتك. اظهر من حياتي. اطلع من حياتي. شو هذا هلا؟ عم شو قلت له أنا؟ عمي أبو رياض ما توخذني. ما قصدي هيك. طب ما في لك. ما قصدي ولو عبي. ما قصدي بدك ياني اظهر من حياتي؟ لا 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 خلص ما قصدي. عفوا طلعت الكلمة مني غلط. انا مالي غيرك بالدنيا. اذا غيرتك بالحياتي كيف بدي كفي حياتي انا؟ لك طيب خلص ما عجبك ياني انت كمان. بعدين ما فيني ضل اظهر من حياتك. ما مضيع المفتاح. لك اي مفتاح مضيع هلا انت كمان عم تعمل. معلش بخلع الباب وبظهر ما في مشكل. ما بدي تخلع الباب ولا تظهر. انا بعتذر منك على هالكلمه. ماشي الحال. قصدي عمي ابو رياض بس اعتقني هيك ريحني. يعني خليني اعيش حياتي. انا حظي معروف وحياتي معروفه حاضره وماضيه ومستقبلها. الله يوفقك. عباس هول الاحلام لازم يطبقوا بالدنيا. لازم يطبقهم عمي ابو رياض. هذا الحلم رح يفيدك كثير. ما بدي يفيدني. اعطيه لغيري. ما فينا اعطيه لغيرك. بلا انت لاقي لك شي طريقه تعطيه لغيري. تحاولي جنب با. عباس شو ها؟ جنب با ما كونتينير من ميريف. شو ها؟ I cannot control myself even my dreams. والله مصبع الكارات واللغات. ايه؟ من انت بتعرف انت هاللغات؟ من زمان عباس. شو عم تحكي سنسكريتي؟ ما خبرتك؟ لا ما خبرتنا. يعني ما بقدر اضبط حالي ونفسي حتى احلامي. شو عم تحكي؟ ايه مجبور خبرك اياهم. طيب ما بدي انت قد كلمتك؟ انا قد كلمتك؟ انا اللي هلا قد كلمتك. اصطفي رح موت رح فوت بالحيطان من ورا. اصطفي لكن خلص. اذا مدك هيك هيدا الحلم رح جايره لغيرك. يا خيي جايره لمين ما بدك. خلص حل عني بقى. جايره لفافا؟ جايره للي بدك اياه. فافا؟ عم تعمل لي احلام وتعمل جاير لك حلم لإلك؟ مثل ما بدك يا جدي. انا بالعمر بكوني انتو شفت بهمة. شفت كيف؟ شو؟ فافا عود لجاير لك الحلم لإلك حبيبي. رح تندم عليها يا عباس يا شاهين يا ابن ابو راغب. لك حل عني؟ ايه روح انقاحي. ركز معي. ايه جدي. حتى جاير لك الحلم تاع عباس لإلك ركز معي. صار لك. شكرا جدا. ايه فافا هلا بتروح على اقرب مكتب تاع شو اسمه تاع يا نصيب. بتقطع ورقه يا نصيب عشوائيه. ايه جدا. سامع شو عم بقول لك؟ هلا بتكي. يلا هلا دغري. هلا يلا. ها روح. عم اهلك. ما ركض. بعدوينك. شو عبس؟ ايه شو؟ رديت على الكازوزة؟ رديناه. طيب ناولنا لنشوف. شو بدي ناولك؟ قدي حق الكازوزة؟ 500. لا ما حق 500. هل بتترجع قدي حقها؟ 250. قدي عطيك انا؟ 500 عطينا. ايه ناول الباقي. وين الباقي؟ وانو جاي زطيتها. قلت ما لها عازف يا كبيتها. زطيتها؟ ايه زطيتها. ولا تزرعمت وحدة تزرنقت وحدة هونيك وحدة بنت تانية. ولا شو بقس اذا زطينا 250؟ عم تكب النعمة؟ ما تقلي قلي شربتها. قلي اشتريت وشربتها. تضحك برا سنين. عم تضحك هلا بتعيفني البلاطه هيدي نعمه. تسالني على 250 وين رايح وين جاي. طيب ماشي ماشي. الله لا يوفقك بجاه اللي خلقك. ايه هز. انت فكرك انه فيك تبلفني ب 250 ليره؟ خي هيك فكرنا هلا. وين المشكله؟ خلص ما تفكر هيك. احكي الحقيقه لو على قطع راسك. طيب ماشي شو بدك؟ اعطينا من الاخر. ما بدي شيء من الاخر هلا. خلص انا بفرجيك. انا بفرجيك يا ماجد. انا بفرجيك. ما رح شوفك. عم تستوي علي. اهلين عمي ابو رياض. اهلا. مسموم بدني. ها ليه مسموم بدني؟ اكل علي اكل علي ماجد. 250 ليره على الكازوزه. 250 ليرة؟ ايه. لأنه طبعاً أنت وجهك وجه فقر. أنا وجهي وجه فقر. أنت يا فقري. خلاص هذا اللي الله كاتب لي إياه. هذا اللي الله كاتب لك إياه؟
ما الله ما بيساعد الغاشين كمان ما كمان اسعى يا عبد الله اسعى معك طيب عم نسعى ما انك شايفنا عم نسعى عم نفتش على شغل لا عم تسعى ولا عم عشرة ولا ب 12 ولا ب 11 هلا شو بدك منا شو بدي منك؟ ايه شو يعني شو الغاية؟ شو مبسوط بحالك؟ ايه مبسوط اللي فيني بكفيني اتركني هياني قاعد صاير انا وعم يقطعوا العلم عم يحطوا لي الوف هلا فاكريني عم بشعر ايه خليك وان مومنت بليز بدي اعرفك على المليونير تاع الحي الجديد اي مليونير هذا؟ وليد روح خليه يتفضل الخواجة خواجة مين شو هذا؟ جاي يعني مغترب جديد؟ مغترب رياض يعطيك العافية أهلا شو حبيبي مرحبا يا عبس كيفك أهلا يعطيك العافية شو مبين هيدا عبس شو مبين بيعرفني عيط لي عبس إيه شو طبعا بيعرفك يا سبحان الخالق شو هيدا عمي أبو رياض شو الخالق الناطق كأنه فافا كأنه فافا إيه جيد ما بيشبهه ما هيدا أول خواجة فافا لك عم بحكيك أنا عن فافا هذا العجل اللي عنا بالحي عجل؟ لك ايه والله عجل صار فافا لك ما هلا ليك الخالق الناطق هو ذاته كتافه وعراضه وكذا وجهه ايه بصوته مثله كمان ايه معك الله معك يا خواجة يا هلا علان عباس يا حوه كأنه هو هيدا هو بشحمه ولحمه الخواجة فافا صاحب اهلا طوفي سلم على خواجة فافا مرحبا طوفي حبيبي كيفك يعطيك العافية ماشي الحال؟ خواجة فافا شوف خاطره لمين بده يشوف خاطره؟ طوفي معلم مش من امتك هودي حبيبي؟ حبيب قلبي يعطيك العافية شو هاد؟ $200 الله لا يوفقك بوستان ب 200 يلا روح تعال كشكش فيك روح تيسر روح حبيبي فافا الله معك سلم على الشباب شو هاد؟ شفته لفافا؟ أهلين فافا صار عنده مزارع دجاج؟ إيه ومزارع طواويس هاي لمين؟ وشفت ملا ماكينة جديدة؟ هيدي لإله؟ هيدي واحدة من الماكينات تاعوله شو عم تحكي؟ يا حبيبي يا فافا ما جي عنه شو قصتكم شو رح ناكله؟ ما كل عمرنا نطعميه لحم بعجين ببلاش والله شو قصتكم؟ ايه ما فيك تقرب عنده بادي جارد صار شو عم تحكي؟ طبعا مرافقين وما مرافقين؟ تمشي طبعا واحد مليونير شو بدي يمشي لوحده؟ بركي يقربوا عليه بدي يختلوا ويقشطوا مصرياته سيارة حقها $60,000 $70,000 منين قشطت عليه النعمة؟ ما لا حق عليك انت ما مثل ما بيقول المثل شو بيقول المثل؟ جينا شو اسمه هيدي خرط شو اسمه الشيء يبسين تاع الشيء ما عم بفهم هلا ما ذاكر بس جيت قلت لك يا عباس انا حلمت اخر حلم اجري عفوا بس جيت قلت لك يا عباس كنت قاعد انت وفافا وطوفي وقلت لك يا عباس انا حلمت لك حلم رح يغير لك حياتك وانت ما قبلت قلت لي حل عني مجير جيره لغيري ايه مزبوط انا جيرته لفافا والحلم اللي حلمته انه انت يا عباس عم تقطع ورقة يا نصيب وتجي وتصيب الجايزة الكبرى بس قمت انت ما بدك تكبر على النعمة جيرتها لفافا وفافا صاب الجايزة الكبرى وصار مليون قطع ورقة وصاب الجايزة الكبرى ما انت ما بدك اياه للحلم هلا هيك الحلم طلع كان لإلي صار لإله ما انت كبرت علينا الله لا يكسب عدوينك الله لك خلاص المنحوس منحوس لو علقوا له فانوس راحت اجري ها وعالساحة ومنزلي خاطرك الامل مهيوبي بدي اطبع عمل بالقرض ما بقى فيني ما بقى فيني ما بقى فيني ما بقى فيني يعني انا ما بقى فيني شيء ها وليه